وهنروح للقضية الفلسطينية واللي كانت حاضرة أيضا خلال القمة المصرية الفرنسية بين الرئيس السيسي والرئيس ماكرون. الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت بضرورة وقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية. من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبديا تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص. احنا معانا على التليفون الكاتب الصحفي أسامة الدليل الخبير في الشؤون الدولية. أستاذ أسامة مساء الخير، وإيه اللي بتعكسه التحركات المصرية على كل المستويات لدعم فلسطين؟ لا، من المؤكد طبعا أنه القضية الفلسطينية طيلة الوقت هي تحت أعين القاهرة، وعايز أؤكد على أن انشغال الدولة المصرية والدبلوماسية المصرية بإدارة أزمة سد النهضة لم تكن بأي شكل من الأشكال لتبعدنا عن مراقبة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن احنا منذ أن بدأت المناورات والألاعيب في المشهد السياسي الإسرائيلي الرامي إلى تصعيد المسائل وتوتير الوضع وبالذات في القدس، لا كل ده كان تحت العين، ولكن وصول الأمور إلى ما وصلنا إليه، القاهرة كانت أول الأطراف الدولية التي سارعت بتقديم تصورات للتهدئة وتقديم سيناريوهات لكي لا نصل إلى ما وصلت إليه الأمور بالفعل. ومسألة أن تثار هذه القضية في باريس هذا مسألة طبيعية للغاية، لأنه كمان فرنسا شريك مهم للغاية للأمن والسلم في شرق حوض المتوسط، وأيضا في ملفات كتير زي الملف اللبناني والسوري، وأيضا التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فرنسا لها دور، ألمانيا لها دور، وما نقدرش ننسى دور الطرفين دول بالتحديد في المجموعة الأوروبية فيما يتعلق بالوساطة ما بين الأطراف المتصارعة في الوقت الحاضر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن على مبعدة ساعات من أن واشنطن تقدم رؤية، للأسف احنا من ساعتين واشنطن قدمت سلاح بما يزيد عن 900 مليون دولار في صورة قذائف دقيقة التوجيه، ومعنى هذا الكلام انه احنا مش متجهين الى حل، ولكن حتى هذه اللحظة الرؤية المصرية القاهرة بتتحمل مسؤولياتها وعلى المحافل الدولية وايضا في باريس، وخصوصا ان هناك محفل كبير في فرنسا من الممكن جدا انه يتم من خلاله التفاوض والضغط أيضا على الأطراف من أجل الوصول إلى تهدئة. طب قرأت إزاي أستاذ أسامة يعني تأكيد الرئيس السيسي خلال القمة الفرنسية بضرورة وقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن والتوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وهي الحقيقة وهو المبدأ اللي دائما مصر ملتزمة به؟ أنا عايز أقول أنه لم يعد هناك مفر من أن يوضع الملف كاملا على المائدة، لابد من أن نعمل الجميع الآن مش بس على التهدئة، لا طرح بقى الموضوع الكبير وهو الوصول إلى حل الدولتين وبسرعة، بدلا من استنزاف الجهد وكل المساعي بس لمجرد التهدئة، لأنه ما فيش ضمانة من أن هذا الموضوع ينشب من جديد، وزي ما شفنا في 2014 وزي ما شفنا قبل 2014. ومن ثم الجهود المصرية التي تبذل الآن، أنا بتصور والدلائل كلها بتشير إلى ذلك أنها ماضية في سبيل الوصول بقى إلى التسوية، لابد أن نصل إلى حل الدولتين، وأنا أعتقد أن القيادة المصرية وأن الفكر الاستراتيجي المصري جاهز لأن يبذل الجهد بالكامل من أجل الوصول إلى هذه النتيجة. وزير الخارجية سامح شكري تلقى النهاردة اتصالين هاتفيين من كل من وزير خارجية اليونان ووزير الخارجية الهولندي كمان، ثمن خلالهم أو خلالهما الدور المصري نحو التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء التوتر الحالي. شايف إزاي يعني الموقف الدولي المتابع للجهود المصرية؟ الموقف الدولي بيتعامل بمنتهى الاحترام مع الموقف المصري، لأنه الموقف المصري بيتعامل باحتراف وبرقي شديد في هذه القضية، وفي الحقيقة أنه في النهاية مش هتلاقي غير القاهرة واشنطن الآن في هذا المشهد، لأنه كل الأطراف الدولية، إسرائيل رفضت تماما تدخلات، ورغم أنه في أطراف يعني دعمتها في موقفها ولكنها لم تدعو أبدا إلى حل المسألة. هذا التقرير
التقدير هو تقدير واجب لدور الدبلوماسية المصرية، وهي تستحقه عن جدارة. وأنا أتصور أن القاهرة تستطيع بالفعل أن تطرح المزيد من الجهود من أجل الوصول للحل النهائي. أما الأزمة التي نحن بصددها الآن، أنا أتصور أنه سيكون لها مخرج قريبا بإذن الله، يعني كل هذا وفقا لمشيئة ربنا. ولكن المشهد وفقا للحظة اللي احنا قاعدين فيها لا بيتصاعد أكثر، وهناك الكثير مما ينبغي أن نحذر منه. ومصر في الحقيقة ما بتسيبش أي مجال إلا وبتتقدم فيه من أجل الوصول إلى نبذ العنف، وإن احنا بقى نقعد على الطاولة بقى ونبتدي نشوف كامل الملف من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة على أراضي فلسطين، وأيضا بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أسامة الدليل على هذا التحليل المحترم. شكرا لك.